هنا مش لوحده، وهنا مع أسرته ومعاه أطفال. أتكودا فيزا بس من مصر، أو ساكن في مدينة مصر. أول مرة يزور مصر ولا جينا قبل كده؟ عجبته الزيارة في مصر، هيكررها تاني، هيجي تاني الأجازة الجاية؟ هو شايف ان الوضع عادي خالص، وان لو حصلت بس كده شوية توترات خلال اسبوعين او ثلاثة الوضع هيرجع تاني زي ما كان. ما تخافوش وتعالوا في مصر، مصر امنة عادي مفيش مشكلة. راشا اسمه اندري. اي لاف يو جيت. اتكودا اسرسي في مدينة بلغراد في روسيا. احسن اجازة قضاها كان قضاها في مصر، احسن من تركيا. هو شايف ان مفيش مشاكل ولا حاجة، الموضوع كله سياسة. سألته هو انت حاسس بالامان في مصر وفي شرم الشيخ خصوصا؟ قال لي طبعا شرم الشيخ دي بلد امنة جدا. هنا صحتك لو تعالوا هنا، هنا احسن من الكريملين ذات نفسه.